ليبيا بلاد تتمتع بطبيعة متنوعة وخلابة. مساحتها تبلغ 1,800,000 كيلومتر مربع، وتعتبر من أكبر دول القارة الأفريقية. ففي الجنوب حيث توجد الصحراء الكبرى برمالها الذهبية ومناخها القاسي والجاف. وفي الشمال حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمناخه المعتدل، وتتنوع الحياة البرية والبحرية فيه. وتضاريس متنوعة بين السهول المنبسطة والشواطئ الرملية والصخرية والجبال العالية. في شمال شرق ليبيا توجد سلسلة من الجبال دائمة الخضرة تعرف بالجبل الأخضر. ينفرد هذا الجبل من بين كل المناطق بغطائه النباتي، وتتنوع الحياة البرية والطبيعية فيه، كما تعاقبت على تلك المنطقة حضارات قديمة في حقب تاريخية مختلفة. الجبل الأخضر عبارة عن كتلة جبلية ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. مناخه بارد وممطر شتاءً، وحار وجاف صيفاً، ومعدل تساقط الأمطار السنوي فيه يتراوح ما بين 200 إلى 500 مليمترا. وتتميز تربة الجبل الأخضر في أغلبها بالحمرة، وتعرف باسم تيراروزا، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التربة الجيرية. يعتبر القسم الشمالي من الجبل الأخضر أكثر مناطق الإقليم وفرة بالمياه لكثرة الينابيع الطبيعية، خاصة الموجودة في الأودية التي تشق الطبقة الساحلية. ومن أهم هذه الينابيع نبع عين الدبوسية، عين استوى في وادي استوى، عين خلف في وادي الإنجيل، ينابيع وادي مرقص، وعين حبون
التي كانت تغذي مدينة طلميثة. تقع عين الدبوسية جنوب وادي الدبوسية، وهو واد يمتد من بلدة الدبوسية الريفية الصغيرة شمال مدينة القبة، ويصل حتى منطقة الأثرون الساحلية، ويبلغ طول الوادي حوالي 10 كيلومترات. ويتميز بأجرافه الجيرية المائلة للحمرة وقلة غطائه النباتي مقارنة مع بقية الأودية الساحلية القريبة منه، كوادي بن جبارة شرق الدبوسية ووادي الحدادية جنوب غرب الأثرون. عين الدبوسية مصدر رئيسي للمياه في المنطقة، تضخ مياهها إلى أعلى الوادي لبلدة الدبوسية ومزارعها ولبعض المناطق في مدينة القبة جنوباً بواسطة محطة لضخ المياه. من بين المناطق الغنية بالمياه في الجبل الأخضر منطقة عين مارا، والتي تقع جنوب غرب مدينة درنة وتبعد عنها مسافة تقدر بحوالي 40 كيلومترا، حيث توجد بالمنطقة الكثير من ينابيع المياه، منها عين شعيب وعين مارا وعيون الصفا ونبع عين صرصرة، والتي يبلغ مجموع تصريف المياه بها حوالي 70 لترا في الثانية. ويعتبر وادي عين مارا من أخصب المناطق الزراعية بالجبل الأخضر، حيث تزرع فيه العديد من المحاصيل، وتشتهر عين مارا بجودة أنواع التين والعنب والخضروات. أصل تسمية مارا تراثياً هو من كلمة مارة، ويقصد بها أن مياه النبع كانت في القدم تمر على البيوت والحقول، فيقال باللهجة المحلية مارة، ومع الزمن صارت تنطق كما هي اليوم عين مارا. وقديماً سمى الإغريق المنطقة التي توجد بها مدينة درنة ومناطق كعين مارا وسيدي خالد بإراسة، كما يعتقد أن النبع كان يسمى نبع فيسيتس. ومن المحطات التاريخية في المنطقة معركة عظيمة دارت بين الإغريق من جهة وجيش الفرعون المصري المتحالف مع القبائل الليبية من جهة أخرى، فقد استعان زعيم القبائل الليبية أديكران بفرعون مصر في ذلك الوقت أبريس من الأسرة 26 بعد قيام الإغريق بمصادرة أراضي القبائل الليبية
والاستيلاء عليها في عهد ثالث ملوك الإغريق بقوريني باتوس الثاني. وقعت المعركة بين الجيشين عند نبع يسمى فيسيتس، يعتقد أنه عين مارة حوالي عام 570 قبل الميلاد. وانتصر الإغريق في هذه المعركة وأجبر أبرس على العودة إلى مصر. لا يوجد الكثير من الشواطئ الرملية على ساحل الجبل الأخضر، وأغلب شواطئه صخرية ومرتفعة نتيجة لامتداد طبقاته تحت البحر، حيث تؤكد الدراسات الجيولوجية أن التغيرات والكوارث الطبيعية ساهمت في تغيير طبيعة تضاريسه. فعندما وقع زلزال كريت عام 365 للميلاد، انخفضت طبقات الساحل وغمرت بعضها المياه. تتواجد بالقرب من سواحل الجبل الأخضر الكثير من الجزر الصغيرة، وهي جزر صخرية تنمو على بعضها بعض الأعشاب والحشائش خاصة في موسم الأمطار، وأخرى صخرية بالكامل. من بين هذه الجزر جزيرة الهيرة أو جزيرة كرسة، وهي عبارة عن جزيرتين تقعان قبالة السواحل الشرقية لمنطقة كرسة غرب درنا، وتبعدان عن الساحل مسافة تزيد عن 3 كيلومترات. تضاريس الجزيرة صخرية ولا يوجد بها أي مظاهر للحياة النباتية، إلا أن هناك آثار لأحواض مربعة الشكل تدل على نشاط بشري في العصور القديمة بها. ويعتقد أن جزيرة الهيرة هي جزيرة أفروديسيس التي ذكرها هيرودوت المؤرخ الإغريقي الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد في كتابه الثالث. ويرجع اسم الجزيرة القديم أفروديسيس من اسم ربة الحب والجمال لدى الإغريق أفروديت. وعلى الرغم من قرب جزيرة كرسا من الساحل، إلا أنها غير نشطة وخالية، ويرتادها بعض الصيادين من وقت لآخر كمحطة للراحة والاستجمام. ولا توجد دراسات علمية حول آثار النحت في صخور الجزيرة، وهي أحواض منتظمة الأضلاع تدل على قيام البشر بنحتها. وهناك من يرجح من الباحثين أن هذه الآثار لمعابد أنشئت على تلك الجزر، حيث تعرضت للجرف والغمر بسبب المد البحري العظيم عام 365 للميلاد، والذي ضرب شواطئ شرق البحر الأبيض المتوسط. يقع خليج البومبا شرق الجبل الأخضر، ويبعد عن مدينة درنا مسافة 50 كيلومترا، وسمي خليج البومبا نسبة إلى قرية البومبا الصغيرة التي تقع بالقرب من ساحل الخليج. وتوجد في خليج البومبا عدة جزر قريبة من الشاطئ، منها جزيرة البردعة وفطيحة وجزيرة مصراتة. يذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت أن مدينة قورينا تأسست في أواسط القرن السابع قبل الميلاد، وأن مجموعة من المهاجرين اليونانيين وصلوا إلى ساحل خليج البومبا من ثيرا في بحر إيجا، وأنهم ذهبوا بعد بقائهم على الساحل عدة سنوات إلى مقر مدينة قورينا وأسسوها. جزيرة مصراتة في خليج البومبا عبارة عن جزيرة صغيرة تبعد عن الشاطئ مسافة تقدر بحوالي 3 كيلومترات، وهي جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 1800 متر مربع،
ولا يتجاوز ارتفاعها 2 متر عن مستوى سطح البحر. وتتميز جزر البومبا بهوائها العليل وبرودة نسماتها وطقسها المعتدل، مما أكسبها صفة أخرى تضاف إلى قيمها الجمالية والتاريخية. إقليم الجبل الأخضر يتمتع بكثافة نباتية تختلف عن أي جزء آخر في ليبيا بتأثير من مناخ البحر الأبيض المتوسط، وتمتاز بخضرتها الدائمة، وهي تتكون بشكل عام من شجيرات متوسطة الارتفاع تكيفت مع المناخ شبه الجاف ذو الأمطار الموسمية لتلك المنطقة. كما يغطي الإقليم أنواعاً من الأعشاب والحشائش التي تنمو وتخضر مع موسم الأمطار وتختفي في موسم الجفاف، وتختلف في كثافتها تابعاً لكميات الأمطار. من أهم أشجار غابات الجبل الأخضر شجرة الزيتون التي تغطي حافة الأودية وخاصة الساحلية، ويرجع البعض في أصل زراعتها للرومان والإغريق، وهي تنمو برياً دون رعاية أو تدخل بشري حتى اليوم. أما الشجرة المميزة في الجبل الأخضر والتي تعتبر أكثر أنواع الأشجار عددا وتغطي تقريبا كافة مساحته ويمتد انتشارها بعدد قليل حتى المناطق الصحراوية، هي شجرة العرعر التي يطلق عليها محلياً اسم شجرة الشعارة نسبة لأوراقها الأبرية الشكل والكثيفة النمو. شجرة العرعر تعد من أهم الأشجار التي اعتمد عليها الإنسان في الكثير من متطلبات الحياة منذ آلاف السنين، وهي إحدى النباتات المعمرة ودائمة الخضرة. يعرف النوع السائد في الجبل الأخضر من هذه الشجرة بالعرعر الفينيقي الذي ينمو في ليبيا وفي مناطق أخرى من بلاد المغرب العربي. ثمار العرعر هي عبارة عن بذور تعرف محليا بالزنباع وتستخدم في العلاج، وخاصة لمشاكل الجهاز الهضمي ودبغ الجلود، كما تستخدم أخشابه في إنتاج الفحم النباتي. وتعاني الشجرة اليوم في الجبل الأخضر من تكاثر فقريات وطحالب تعيش في تكافل مع بعضها البعض على الأغصان، فتحرم الشجرة من الضوء والهواء، مما يؤدي إلى تساقط أوراقها وموتها. وتنمو في بعض مناطق إقليم الجبل الأخضر وخاصة المناطق الباردة وكثيرة الأمطار شجرة القطلب التي تعرف محليا باسم الشماري، كما تنمو أشجار السرو والصنوبر والخروب وشجيرات كالبطوم والشيح. وتعاقبت على إقليم الجبل الأخضر نشاطات وحضارات بشرية كثيرة في حقب تاريخية مختلفة، تشير الدلائل إلى النشاط البشري المبكر
في عصور ما قبل التاريخ، وهذا ما كشفت عنه الحفريات التي أجريت عام 1954 في كهف هواف طيح. ويوجد في بعض كهوف الجبل الأخضر نقوش قديمة توثق لنشاط الإنسان في المنطقة في فترة ما قبل التاريخ، يقدر عمر بعضها لأكثر من 4000 عام. بعض هذه النقوش لحيوانات يعتقد العلماء أنها كانت موجودة ومنتشرة في الجبل، كالوعل الليبي الذي يعرف بالودان، وحيوان المها اللذين لم يعد لهما وجود اليوم. استوطن الإغريق إقليم الجبل الأخضر بداية من منتصف القرن 7 قبل الميلاد، وأسسوا حضارة ومدنا كثيرة كمدينة قورينا التي تعد من عواصم العالم القديم وتعرف بلقب أثينا إفريقيا. والجبل الأخضر على رغم اتساعه وكبر مساحته إلا أنه لا يشكل إلا 1% من مساحة ليبيا الإجمالية، وفيه أكثر من 50% من الأنواع النباتية فيها، ويصل عدد أنواع النباتات فيه إلى 1100 نوع، كما أن أهميته تتمثل في ساحله الغني بالحياة البحرية النادرة وتنوع الحياة البرية في هضابه وأوديته ومرتفعاته. We'll be right back.